صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي النصيحة لمن تعلق قلبه بالصور المحرمة ولم يستطع تركها مع محاولاته المتكررة؟ النصيحة أن يبتعد عن الصور وأن يقمصها إذا كان عنده صور يقمصها أو يمزقها ويبتعد عنها ابتعادا كليا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وإذا كان ينظر إلى صور النساء بالتلفاز أو في الشاشات أو في الإنترنت فإنه يبتعد عن هذا، يبتعد لا ينظر بهذه الشاشات التي فيها صور النساء السافرات أو الخليعات، يبتعد عن هذه الأمور.